أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. دورة الوقود النووي تجر محمد بن سلمان إلى باريس، وأيضا محاولة وضع قدم المملكة العربية السعودية في صناعة الطيران على أراض سعودية. هذا هو التطور الأساسي الذي جعل من محمد بن سلمان في باريس. ماكرون يقبل بكل ما يتعلق بنقل صناعة الطائرات المتقدمة نحو المملكة العربية السعودية، خصوصا من الرافال، وفي آخر ما قد يسمى بالتعاون الإماراتي السعودي المرتقب، لكنه إلى الآن هو المستبعد على حد زعم أكثر من مصدر صحفي، إذ وضع خطة متكاملة لنقل الرافال وتصنيعها على الأراضي السعودية والأراضي الخليجية عموما بين الإمارات والمملكة. المملكة إلى الآن ترفض أن يكون هناك مشروع بين دولتين أو ثلاث دول خليجية. الأمر يتعلق مباشرة بالسعي الأكيد نحو نقل تكنولوجيا إلى السعودية. وإلى الآن يجب أن نعرف أن أغلب ما كان مثلا من الآف 16 في هذا الاتجاه، بالنسبة للسعودية لديها الآف 15 كعمود فقري، وهناك من أراد جمع الآف 16 والآف 15 لمدة محددة، ثم بعدها جاء التنويع عبر الرافال وقبلها اليروفايتر. إذا لدينا هذا السعي من أجل تنويع متوازن بين الدول، ودائما ما تسعى الدولة الكبرى السعودية أن يكون لديها امتياز على صعيد الطيران وعلى صعيد جميع التقنية والتكنولوجيا العسكرية. إذا لدينا هذا المستجد الرئيسي الذي أراد من خلاله السعودي أن ينقل ويصنع الرافال على الأراضي السعودية لضمان تكنولوجيا متقدمة، وهذا الذي ناقشه تقرير في كوريا الجنوبية. وكوريا الجنوبية أيضا هناك سلسلة لتصنيع مروحيات وأيضا تكنولوجيات أخرى. إذا لدينا الرافال، تصنيع الرافال في السعودية، وهذا المسار قد يؤكد وبشكل واضح جدا أن هناك رغبة في تصنيع الرافال على الأراضي السعودية، وهذا ما نقله بشكل واضح جدا محمد بن سلمان لماكرون. الإضافة الأخرى والرئيسة، الوقود النووي الفرنسي على الأراضي السعودية لأجل إكمال البرنامج النووي السعودي، وهذا لديه أولا فرصة في أن تكون تكنولوجيا غربية أيضا في هذا البرنامج، ويود الخارجية السعودية أن يكون هناك تعاون مع أمريكا. فلم ترد أمريكا في الندوة الصحفية التي عقدها وزير الخارجية السعودي والأمريكي. إذا لدينا هذا الاقتراح، كان اقتراحا مباشرا من الخارجية السعودية على بلينكن من أجل دخول المشروع النووي ليحمله محمد بن سلمان، وبعد معارضة الأمريكيين ونقل المسودة مباشرة إلى فرنسا التي وعدت ببرنامج نووي وبالطاقة النووية لصالح أكثر من دولة، ولكنها لم تفي بأي وعد خصوصا بالنسبة لدول شمال أفريقيا. على كل حال، الآن لدينا فرصة وتمويل هائل جدا لبرنامج نووي ودورة وقود نووي يختلف إلى الآن الفرنسي في تقييمها. ماكرون إلى الآن يطلب التروي في مسألة الوقود النووي ودورة الوقود النووي بشكل كامل موجهة إلى السعودية، فهذا ما طرح على الأقل سؤالا لماكرون حول الموقف الأمريكي الصامت، فلا هو مع ولا هو ضد ولا يساند ولا يعرقل. إلى حدود هذه اللحظة يود أن يرى ماذا سيقوم به الفرنسي الذي اقترب بشكل أكبر من الصيني،
واضح أن الرئيس ماكرون وبعد زيارته إلى الصين، وأيضا رغبة الصين في أن يكون دعم ماكرون باتجاه المفاوضات في أوكرانيا، والتي رفض وبشكل قطعي أن تكون فرنسا، وأقصد بوتين تماما، بوتين رفض أن يكون لفرنسا أي دور، بل نقل هذا الدور إلى الجزائر ومن ثم إلى جنوب أفريقيا، إذن إلى الدور الأفريقي الذي قد يكون له أيضا ثقل لسبب مركزي، لأن صدمة الأفارقة، وقد تأكد ذلك من الناطق الرسمي باسم الحكومة الجنوب أفريقية عندما اتهم كييف بأنها تروج أكاذيب بالحرف. على أي حال، إذن أمامنا تفصيل شديد الأهمية بخصوص الرؤية التي يمكن العمل عليها الآن، وهي تخدم من جهتين. أولا، أن التقديرات اليوم التي يعمل عليها الفرنسي أمام صمت أمريكي وأمام تقارب مع الصين ورفض روسي لكل ما يريده الفرنسي بخصوص أوكرانيا وأيضا بخصوص الأمن الأوروبي. إذن أمام هذا الوضع، فإن ماكرون لم يحسم أي خيار، وهو يتحدث إلى محمد بن سلمان، لكن محمد بن سلمان يريد كلمتين لا تزيدان ولا تنقصان دورة الوقود النووي. إذن أمامنا كلمة دورة الوقود هي التي ركز عليها وبشكل أكبر محمد بن سلمان، ودار كل شيء حول هذه النقطة. ومن المهم جدا بالنسبة على الأقل للسعودية أن تنوع مصادر التكنولوجيا النووية بين الصين وبين دولة أخرى، والأقرب إلى ذلك فرنسا، وكما ذكرنا بعد زيارة ماكرون إلى الصين أصبحت هي الأقرب بحكم جيوسياسي واستراتيجي إلى آخره. إذن لدينا هذا التفصيل الشديد الأهمية، ولكن لدينا تفصيل آخر دقيق للغاية، إذ سنجد أن دورة الوقود النووي والمفاعلات النووية، وعلى وجه دقيق تكنولوجيا المفاعلات، فإن هذه التكنولوجيا عمل عليها الصينيون، الصينيون عملوا على هذه التكنولوجيا، وهي تكنولوجيا متقدمة، ولذلك فإن الصيني يرغب أساسا في بعض ترخيص البراءات وتراخيص أخرى لصالح السعودية من أجل العمل على تطوير دورة وقود نووي، ولكن بمعطيات أشبه بالغربية. هذا سيعطي أفقا مفتوحا وبشكل مختلف للغاية عن مشروع صيني على الأراضي السعودية. الآن فيه مشروع سعودي نووي يتدخل فيه أكثر من طرف، تحفظ بشأنه بشكل كامل بلينكن، وسكت الصمت القاتل الآن في فرنسا، والتي تود أن تعطي منسوبا يصل إلى حوالي 61% من تكنولوجيا أساسية، ولكنها ليست تكنولوجيا متقدمة. فيما الصيني هو يضع نفسه أمام 86%، ولا بد من تنويع لخدمة السعودية وأمن السعودية، لأن الولايات المتحدة الأمريكية ستذكر دائما أن هذا المشروع هو تعاون حصري صيني سعودي، وهذا الذي لا يريده محمد بن سلمان، ولذلك طار بطائرته إلى باريس. هل يتوقف الأمر عند هذا؟ لا يعتقد أحد أن الأمر يتعلق فقط بالرافال وفقط بالوقود النووي، هناك نقاشات حول مواضيع أخرى، ولكن من الجانب التسليحي والعسكري والاستراتيجي فهذان الموضوعان كانا إلى أبعد حد هما المسيطران على كامل الجلسة، خصوصا بالنسبة لمشاركة فرنسا إلى جانب الصين في مثل هذا المشروع، وكم سيكلف هذا السعودي. السعودي يريد أن ينوع
ويريد تكنولوجيا متقدمة، ويريد آخر طراز في المفاعلات النووية على صعيد التحصين وغيره، لأن الأمر لا يتعلق فقط بمسألة المفاعلات النووية أو دورة الوقود النووي. المشكل كله أمام مناخ، أمام مناخ مرتفع للغاية وحار للغاية، والتكنولوجيا الصينية إلى جانب الفرنسية قادرتان على التفاعل، وإلا سيصبح وضع هذا البرنامج حصري على مناطق محددة. وهذا الذي يرغب على الأقل الأمريكي في ألا يكون باتجاه الشرق، لأن باتجاه الشرق هذا الموضوع سيثير إيران من جهة، والظروف المناخية لا تسمح من جهة ثانية، وثالثا لأن المنطقة البترولية وشديدة الحساسية لا بالنسبة لهذا المشروع ولا لغيره. فيما في الاتجاه الغربي المقصود جدة وهذه المناطق، فإن أيضا لا بد من حالة تأمين عبر الجبال، عبر أكثر من زاوية، من أجل تأمين دورة الوقود النووي على أساس اعتماد كامل الترتيبات الأمنية التي قد تجعل من مناطق كحالة المشروع الصاروخي السعودي، وأن اختيار المناطق الجبلية الوعرة أيضا جزء لا يتجزأ من مثل هذه المشاريع. إذا لدينا هذا التنفيذ القابل أن يكون متنوعا عبر الفرنسيين إلى جانب الصينيين، وهذا جوهر البعد الذي يعمل عليه الآن محمد بن سلمان. فهل يتوقف عند هذا الوضع؟ بل هناك مشروع الشبكة الاتصالية ما بين آسيا وما بين أوروبا، وهذا المشروع معلوم أنه وقعت بشأنه مذكرات مع اليونان، واليونان حليف لفرنسا، وبالتالي فإن الأمر يتعلق حالياً بمناورات مشتركة يونانية أيضا سعودية، ومن خلال نقل إلى محطة متقدمة بالنسبة لفرنسا. ففرنسا اليوم ستنتقل مع جزء من حلفائها إلى السعودية وإلى التنصيص على نقل التكنولوجيا بالنسبة للرافال أو التكنولوجيا النووية خارج فرنسا. الأمر لم ينجح مع ساركوزي في لحظة حاسمة باتجاه شمال أفريقيا، والآن فيه نظر آخر بالنسبة لماكرون الذي قد يعوض الدور الأمريكي، ولكنه في نفس الآن سيربطه مع السقوف التكنولوجية لإيران، وهذا هو جوهر الخلاف، لأنه لن يسمح للسعودية حسب البوابة الفرنسية بأي تكنولوجيا تتجاوز إيران، لأن إن تجاوز السعوديون الإيرانيين على مستوى النووي فإن إيران ستصل بالتخصيب إلى 100%، ستصل بالتخصيب إلى ما يتجاوز خاصية 90% بالنسبة للبرنامج النووي العسكري. فهل قفزة محمد بن سلمان ستعطينا مباشرة برنامجا نوويا عسكريا عبر التخصيب وعبر نقاش دورة الوقود النووي بتكنولوجيا متقدمة للغاية؟ بهذا يمكن أن يضمن السعودي الانتقال الفوري إلى السلاح النووي كلما جاء طارئ لإقرار مثل هذا الخيار. إذن لدينا هذه المفاوضات التي كانت قوية للغاية، وثانيا أنها لا تستجيب لكل ما أراده محمد بن سلمان، ولكن في نفس الآن لدى هؤلاء كل التفاصيل التي تضع أمامنا، إما نقل الرافال فوريا وتصنيع الأراضي السعودية، أو نقل دورة الوقود النووي بمشاركة الصين. إذن كل هذا قد يؤسس لمرحلة أخرى في هذا التنافس الإماراتي السعودي حول قاعدة بحرية
فرنسية اقترحت على محمد بن سلمان، وهذا متعلق بالموضوعين السابقين. مع الشكر الجزيل وإلى اللقاء.